دكتور، واحنا بنتكلم عن المديرين الفنيين الثلاثه اللي حضرتك عاشرتهم، معروف ان دايما الدكتور عمرو بيبقى الصندوق الاسود لكل شيء، وطبعا انا عارف ان ده هيبقى غير مسموح ان احنا نتكلم في هذه الامور لاشياء كتيره جدا، ولكن في النهايه كارتيرون كان له ظروفه، وفايلر له ظروفه، وموسيماني له ظروفه. الفرق ما بين الثلاثه من وجهه نظرك من الناحيه الشخصيه، مش هقول لك الفنيه، وانا هقول زي ميشيل ما قال من شويه، انا كنت بترجم له يعني، قال صعب اقارن يعني، خلاص امشي بقى. صعب تقارن يعني اشخاص ببعضها، كل واحد ليه النقاط الايجابيه ونقاط الضعف. بس الثلاثه كانوا لايقين على النادي الاهلي يعني، في بعض المدافعين مدربين تحس انه ما يليقش على النادي الاهلي يعني. ثلاثه عندهم جوع وعندهم نفسهم مفتوح، عايزين يحققوا انجازات. كارتون اشتغل في ظروف صعبه جدا، اينما ما حققش انجازات كبيره، بس الراجل خد فرقه كانت اخر جدول الدوري بعد ماتشين من دوري المجموعات، تصدر بيها المجموعه في اخر في اربع ماتشات، وكسب الترجي في الترجي وعمل انجازات ووصل النهائي، والظروف اللي حصلت وما وفقش. فايلر جي طبعا كان فيه علامات استفهام كتيره وناس كانت بتشكك فيه، رد في الملعب وعمل انجازات وعمل شكل وشخصيه للنادي الاهلي، وعملنا ريكورد اعتبر 14 ماتش ما بنخسرش ورا بعضها، بنكسب فوز مستمر، وعمل شكل وهويه شخصيه في الملعب اللعيبه. وصل بينا النصف النهائي، وجي ما حصل موضوع الكورونا وسافر. لما جه موسيماني يمكن هو جه في الظروف الاصعب، انا كان مطالب طب هيلعب مع الوداد، وكل الوداد اسم كبير ذهاب وعوده، وكان كورونا وكان لعيبه مش متجمعه لمده فتره، وكان في ظروف كتيره، وجاي بيحل محل مدرب هو مش عارف كان مشتاق يعني، جاي مدرب جديد ولعب دور قبل النهائي وتمكن يكسب ذهاب وعوده ووصل النهائي، وكسب طبعا الماتش الشهير قدام الزمالك. وبعد كده كمل موسيماني تحديدا كان بيتعرض لانتقادات دايمه من اول ما بدا، من اول يوم بدا فيه، ما تعرفش ليه، من اول يوم بدا فيه لغايه اخر يوم. والله انا عشت معهم كلهم، يمكن حضرتك فاكرين موسيماني عشان هو اخر واحد، بس مع فايلر كان في نفس الانتقادات. بس كان في نفس الانتقادات صح، ولكن لما مثلا فايلر عمل ماتش قدام الزمالك وكسب السوبر اتكلموا عن فايلر كويس، لكن موسيماني تحديدا اكسب الزمالك 5-3، لما خسر من الزمالك برضو انتقدوا، هي النقطه خسر إيه النتائج، كره القدم نتائج، والجمهور بيغير على فرقته وعايز يحقق نتائج. اول ما بتحقق نتيجه مش على هوا الجماهير طبعا تخسر او تتعادل. يعني انت ما عندكش سبب ان تخلي الاعلامي يتكلم بشكل غير جيد عن موسيماني؟ لا، لانه لا مش هو موسيماني كان بيكسب الزمالك مثلا 5-3 وكان يطلع يقول لك يعني ده هو كان ممكن يكسب اكتر. هو موسيماني من كتر نجاحه مع الفرقه على سقف طموحات الفريق يعني. النهارده انت يعني موسيماني قبل ما يمشي بيقول لك احنا بننافس على كاس العالم يعني، كان عمل تصريح عليك بنفس كاس العالم، احنا كل مره هناخد برونز، احنا المره الجايه عايزين نلعب نهائي. فهو على طموحات، فاصبح لما تكسب 5 قدام الزمالك عايز تجيب 7 و8، انت لعبت كويس. طبعا ده جمهور، ده تفكير جمهور وتفكير صعب، بس هو في الاخر كره القدم 3 نقط، كره القدم كده يعني مش ممكن تحقق كل حاجه، مش ممكن تاخد درجه كامله في كل حاجه. فطبيعي لازم يبقى في انتقادات، لان ده من حب ومن غيره الجماهير على النادي بينتقدوه، عايزين يحققوا افضل حاجه ممكن. لكن هو كشغل انا شايف اعتقد انه حقق يعني عمل نتائج ايجابيه طبعاً كتير، طبعا هيظل دائما محفور في تاريخ النادي الاهلي. موسيماني جه خد 2 افريقيا وكان وصل في الثالثه. اعتقد كمان انفير اللي حصل ده مع الوداد في يعني انا مستغرب جدا، انا لسه بقول لهم النهارده او بقول خبر بالمناسبه يعني ان الوداد هيلاعب نهضه بركان في السوبر الافريقي فين؟ في تنزانيا. انت متخيل ارض محايده ها؟ الاثنين من المغرب بيلعبوا في ارض، خلاص يعني مش عايزين نتكلم يعني. الاهلي والوداد بيلعبوا، الاهلي المصري والوداد المغربي بيلعبوا في المغرب في ارض الوداد، والاثنين فريقين مغربيين بيلعبوا في تنزانيا، بيلعبوا في تنزانيا. يمكن عشان الحقوق، يمكن عشان خاطر متفقين برودكاست الله يعني مش هنخش في تفاصيل. بس هو النقطه طبعا هو في لخبطه جامده جدا حصل بدايه بعد ما العب 3 فاينل من ماتش واحد، ارجع تاني اعمل ذهاب وعوده، انا بدرس القرار قبل ما اعمله، مش هعمله وكده يحصل تبعات مش يعني مش كويسه، اجي في الاخر اغير القرار. بس في الاخر خلاص احنا عارفين ان في فتره كده فيها لخبطه، واحنا دفعنا ثمن ده يعني، النادي الاهلي هو دفع ثمن ده مظبوط، من انجاز تاريخي كان هيحققه، لان مش سهل تكسب 3 ورا بعض يعني. وطبعا الظروف اللي قالها ميشيل مش هتكلم فيها تاني يعني، وخلص يعني كل الصحافه اتكلمت فيها طبعا. بس طبعا تعرضنا لظروف صعبه، انا بالنسبه لي يمكن اسوء ذكريات حياتي يعني. انا كنت بقول اسوء ذكريات حياتي ماتش الترجي بتاع كارتيرون، لا الماتش ده كارتيرون بتاع المغرب ده ما شفناش زيه
ما شفناش زيه يعني. انا مش هتكلم طبعا عن الجماهير، الشعب المغربي شعب شقيق واحنا بنحبه طبعا طبعا، بس طبعا جمهور الكوره بيفضل جمهور الكوره يعني في اي حته، دي ما اقدرش اقول المغرب المغاربه، المغاربه طبعا شعب جميل، شعب شقيق طبعا. جماهير الكوره ده بيعكس العلاقه بين الشعبين، بس فعلا كانت ظروف صعبه جدا المباراه، كانت اجواء صعبه جدا واجواء مشحونه، وانتوا شفتوا بتهيألي يعني. يعني بدايه من قرار الكاف من الاول، انت رايح وحاسس انك في ظلم واقع عليك لحاجات كتيره جدا، للكوره الجديده، لثبت الملاعب زي ما قال ميشيل، حاجات كتيره جدا كانت عوامل حسستنا ان هم يعني مش يعني ما فيش رغبه ان الاهلي ياخدها، ما فيش رغبه ان الاهلي ياخد هذه البطوله. وقد كان يعني وقد كان، مش هنخش في تفاصيل طبعا، انا طبعا بتكلم براحتي عشان انا في قناه النادي الاهلي يعني. طبعا بس كان باين جدا طبعا، كان عندنا امل والله وايمان كبير ان احنا ممكن ربنا يكرمنا ونكسب، بس طبعا كتر خير اللعيبه، الضغوط كانت جامده جدا عليهم، والاجواء كانت صعبه.